السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ده فيديو مراجعة بتاعت المحاضرة الثالثة بايو. كنا اتكلمنا في المحاضرة دي عن أربعة أمينو أسيدز، هما السيرين الجلوتامين الجلوتاميت والأسبارتيت، خدناهم في جدول مقارنة، والأرجينين واللايسين. طيب بعد دعاء المذاكرة قلنا اتكلمنا في الاول عن السيرين، قلت لك تعرف في الاول كده مبدئيا ان هو 2 3 ذرات كربون وهيدروكسيل كونتيننج امينو اسيد. طيب كنا عايزين نعرف عن ان هو نون اسينشال جلوكوجينيك والفانكشن بتاعته. طيب نون اسينشال ليه وجلوكوجينيك ليه والفانكشن؟ كنا بنقسمها 6 3 2. طيب اول حاجه نون اسينشال عشان بصنعه بطريقتين. اول طريقه كنت بصنعه من الجلايسين عن طريق انزيم اسمه هيدروكسي ميثايل ترانسفيريز. لو احنا عندنا الجلايسين ده، فاللي يفرق الجلايسين عن السيرين حاجه واحده، ان مجموعه سي اتش 2 اللي هما اللي بالاحمر دول اللي هي سي اتش 2 وي او. قلت لك هزود هنا او اتش تبقى او اتش، وازود هنا اتشاية كمان تبقى سي اتش 3. يبقى عشان الانزيم اللي بيشتغل كده اسمه هيدروكسي ميثايل ترانسفيريز. طيب لو مشينا التفاعل بالعكس، لو احنا عندنا السيرين عايزين نحوله لجلايسين، يبقى هنشيل منه اللي بالاحمر ده، هنشيل منه ذريه كربون الزياده والاصحابها اللي مرتبطين بيها اللي هما الاثنين هيدروجين واو. السي مع الاثنين هيدروجين بيكونوا مع بعض مجموعه اسمها ميثايلين، فتتشال على تترو هيدروفوليت اسمه ميثايلين تترو هيدروفوليت، والاو دي بتخرج في صوره ميه. تمام. طيب ده كان اول طريقه من الجلايسين، وممكن نعتبرها فانكشن، وفي نفس الوقت نعتبرها ان ده اثبات ان هو نون اسينشال. طيب تاني اثبات ان هو نون اسينشال، ممكن اصنعه بطريقه تانية، ممكن اصنعه مركب اسمه 3 فوسفوجليسيت، وده من مركبات اللي بتنتج من الجلايكوليزيس. التلاتة فوسفوجليسريت ده هو لو عملنا له دي هيدروجينيز، يعني شلنا منه الهيدروجينية ده، هيتحول لمركب اسمه 3 فوسفو هيدروكسي بيروفيت. كنت قلت لك المركب ده تعرفه ازاي؟ لا يا دي النيلة اهو، لحد هنا كده المركب اسمه بيروفيت. الاو دي بتاعت الاو اتش يبقى هيدروكسي بيروفيت، والفوسفاتا بي او 3 دي يبقى اسمه فوسفو هيدروكسي بيروفيت. طيب الفوسفو هيدروكسي بيروفيت ده نعمل له حاجه اسمها ترانس امينيشن مع الالفا كيتو، مع الجلوتاميت تحول لالفا كيتو جلوتاميت، ف يبقى اسمه فوسفوسيرين، يتحول لكورسبوندنج امينو اسيد بتاعه، يعني بيروفيت في حد ذاته هو الفا كيتو اسيد، تحول لكورسبوندنج امينو اسيد اللي هو السيرين، يبقى يتحول لفوسفوسيرين. الفوسفوسيرين نشيل منه الفوسفاتيه دي عشان يبقى سيرين، نشيلها بالفوسفاتيز. تمام. يبقى نون اسينشال جبناه بطريقتين، جبناه من الجلايسين وجبناه من الثلاثه فوسفوجليسريت. طيب جلوكوجينيك لان هو اداني بيروفيت. اداني بيروفيت ليه؟ اداني بيروفيت بالدي هيدرو دي هيدراتيز. قلت لك رغم ان هو اسمه دي هيدراتيز يعني المفروض يشيل ميه، بس سبحان الله بيشيل امونيا. هو مش غلط، بس هو بيشيل ميه الاول، بعد كده بيرجع تاني يشيل امونيا زي دي السلفايدريس كده، دي سلفايدريس. طيب التانية حاجة قلنا ان هو نون اسينشال، قلنا ان هو جلوكوجينيك، الفانكشن بتاع التلات اتنينات او الاتنين ان هو بيساهم في تكوين 2 امينو اسيدز اللي هما الجلايسين والسيستاين. اول امينو اسيد اللي هو الجلايسين كان عن طريق اللي هو الهيدروكسي ميثايل ترانسفيريز. قلت لك ان الجلايسين كان بيعمل ذرة الكربون رقم 8 بتاعة البيرين رينج. جلايسين، تمام. والسيستاين كان بيساهم في الكربون سكيلتون بتاعته، بمعنى ان السيستاين كان هو عبارة عن سيرين. السيرين بيدخل يكون الكربون سكيلتون، والهومو سيستاين او الميثايونين كان هو اللي بيمدني بالسلفر جروب. تمام. يبقى اول اتنين صنعهم 2 امينو اسيد، الجلايسين والسيستاين، 2 ليهم علاقة بالليبيد، الفوسفوليبيد والسفينجوليبيد. الفوسفوليبيد لان هو كان بيدخل يصنع الايثانولامين والكولين بتوع الفوسفوليبيد. فين
لما يدخل يعمل تفاعل دي كربوكسيليز كان بيدي ايثانولامين، والايثانولامين بالترانسميثيليشن كان يديني كولين. طيب الايثانولامين والكولين نفس برضو الكلام، لو هو اسمه فوسفاتيدايل سيرين يبقى هيديني فوسفاتيدايل سيرين، فوسفاتيدايل ايثانولامين، دي كلها قواعد بتاع الفوسفوليبيد. طيب السفينجوليبيد زي الفوسفوليبيد بالظبط، بس القاعده بتاعتها اسمها سفينجوزين. طيب السيرين بيكون السفينجوزين دي عند هو لما بيتحد مع البالميتايل كو اي، سيرين زياده البالميتايل كو اي يدينا السفينجومايلين والسفينجوليبيد. تمام. طيب اخر اتنين فانكشن مرتبطين بمجموعة ال OH جروب. ال OH جروب دي بتمكنه ان هو يرتبط مع الكربوهيدرات راديكلز فيعمل جلايكوبروتين او بروتوجلايكان. ال OH جروب دي تمكنه ان هو يرتبط مع الفوسفيت، فلو هو موجود في انزيم دي بتعمل كوفيلنت موديفيكيشن الانزيم عن طريق الفوسفوريليشن والدي فوسفوريليشن. طيب دي كانت مراجعة للسيرين، ان هو كنا جلوكوجينيك عشان بيدي البيروفيت، و نون اسينشال لان بجيبه من الجلايسين بالفوسفوهيدروكسي ترانسفيريز واجيبه من 3 فوسفوجليسرين. طيب كان بيساهم في تصنيع 2 امينو اسيد اللي هم الجلايسين والسيستاين، 2 ليبيد اللي هم الفوسفوليبيد والسفينجو ليبيد، وكان بيساهم في ايه تاني اللي هم الاثنين بتوع الاو اتش، الاثنين بتوع الـ OH البروتيوليبيد اسمها ايه البروتيوجلايكانز والكوفيلنت موديفيكيشن. طيب تاني حاجه اكدنا عليها حته اللي هي 1 كربون اتوم ميتابوليزم بتاعه السيرين دي. طيب بعد كده خدنا مقارنه ما بين الاسبارتيت والجلوتاميت، او خدناهم يعني في صوره مقارنه ودي الاسهل في المذاكره. اتكلمنا ان هما الاثنين نون اسينشال وجلوكوجينيك وهنثبت بالمعادلات ليه. طيب اتكلمنا على الفانكشن وخدناها في صوره خناقه. الاسبارتيت قال لك انا بعمل حاجه اسمها اسبراجين بالاسبراجين سينسيز، الجلوتاميت قال له انا برضو هعمل جلوتامين بالجلوتامين سينسيز. اسبارتيت قال له طب انا هعمل تفاعل اسمه دي كاربوكسيليشن، واكدنا على ان تفاعل دي كاربوكسيليشن ده بخرج سي او او في صوره كربون دايوكسيد، ويبقى محتاجه للتفاعل ده فيتامين بي 6 اللي هو البيريدوكسيل فوسفيت. طيب الاسبارتيت بالدي كاربوكسيليشن يعمل حاجه اسمها يدي بيتا الانين، الجلوتاميت بالدي كاربوكسيليشن يدي الجابا، الجابا ده كان مين انهبيتور نيور ترانسميتر، وكان هو لما بينقص بيعمل كونفالجن يدي يعمل ابيليبسي يعمل الكلام ده كله. طيب الاسبارتيت يدخل في تصنيع اليوريا سايكل، وخدنا 2 2 امينو اسيد بيدخلوا في اليوريا سايكل في المحاضره دي، والاثنين بحرف الايه اللي هم الاسبارتيت والارجينين. طيب الجلوتاميت، الجلوتاميت يرد عليه بقى يقول له انا وصلنا حاجه اسمها جلوتاسيون بالتعاون مع 2 امينو اسيد اخواتي كده اللي هم الجلايسين والسيستاين، هنعمل مع بعض مركب اسمه جلوتاسيون، ده انتي اوكسيدنت بيعمل ديتوكسيفيكيشن بيساعد في الابزوربشن بتاع الامينو اسيد من الانتستين، الحاجات اللي خدناها المحاضره اللي فاتت. تمام. طيب الاسبارتيت والجلوتاميت هيدخلوا في البيورين والبيريميدين. الاسبارتيت يعمل N1 بتاعة البيورين، اما الجلوتاميت يرد عليه يقول له لا ده انا هعمل N3 و N9. طيب الاسبارتيت يقول له طب بص بقى انا هعمل انا هدخل في البيريميدين في ذرة الكربون رقم 4 و5 و6 و N1. الجلوتاميت ملقاش مكان في البيريميدين غير في مع N3. طيب تاني حاجة بقى الجلوتاميت هيعلي عليه في حاجات تانية، اول حاجة ان هو بيصنع اورنيسين وارجينين وبرولين، اورنيسين ارجينين برولين، وكمان ان الجلوتامين ابنه ليه فانكشن اللي هو الامايد بتاع الجلوتاميت ليه فانكشن. مش بس كده كمان ده الامايد جروب بتاعة الجلوتامين ليها فانكشن هي كمان. ايه الفانكشن بتاعت الجلوتامين؟ اتفقنا ان هو للستورج فورم اوف امونيا، للستورج فورم اوف امونيا معنى اي حته في الجسم عايزه تاخد امونيا يديها الجلوتامين، الجلوتامين يديها الامونيا ويتحول لجلوتاميت. اي حاجه في الجسم مطلع امونيا وعايزين نتخلص من الامونيا دي يقوم الجلوتاميت يمسك في الامونيا دي ويتحول لجلوتامين. طيب فمن الفانكشن من الامثال الحاجات دي لما نبقى عايزين نخلص من الامونيا زياده في الليفر والليفر والبرين، لما نبقى عايزين لو في كدني عايزه تعمل الكالايزيشن لليورين في اسيدوزز، الدم في اسيدوز وعايزين نعمل الكالايزيشن لليورين كبفر سيستم يعني، كان بتعمل اكسكيشن الهيدروجين، الهيدروجين يتحد مع ال NH3 يخرجوا في صوره NH4.
طيب تالت فانكشن برضو للجلوتامين ان هو بيعمل ديتوكسيفيكيشن مركبات زي الفينايل لاكتيت والفينايل اسيتيت، لما يتحد مع الفينايل لاكتيت يحول حاجه اسمها فينايل جلوتامين وده مركب اقل سميه، لما يتحد مع الفينايل اسيتيت كان يتحول حاجه اسمها فينايل اسيتو جلوتامين وده كان مركب برضو اقل سميه من الفينايل اسيتيت، يعني فدي فكره الديتوكسيفيكيشن. طيب فانكشنيتد الامايد جروب بتاعه الجلوتامين كان هو بيدخل في البيورين بيدخل في البيريميدين، كان بيساهم ان هو يحول الاسبارتيت بالاسبراجين، والاسبارتيت عشان يتحول لاسبراجين كان محتاج امينو جروب، فهو اللي مخزن جواه الامينو جروب. اي حد عايز امينو جروب الامايد اللي هي الامونيا يعني اي ان اتش يعني يوم يديهاله. تمام ثاني حاجه برضو بيكون حاجه اسمها امينو شوجرز، امينو شوجرز دي زي الجلوكوزامين الفركتوزامين الحاجات دي كلها. انا لسه ما اثبتش هو اسبارتيت هو الاسبارتيت والجلوتاميت ليه الاثنين نون اسينشال ولا الاثنين جلوكوجينيك. اول حاجه الاسبارتيت نون اسينشال لان هو من ليه معادلتين تصنيع، اول معادله من الكورسبوندينج الفا كيتو اسيد بتاعه اللي هو الاوكزالو اسيتات، لو عملناه لترانس امينيشن يتحول للاسبارتيت. تاني معادله تكوين ليه بالاسبراجين بالاسبراجينيز يوم يتحول لاسبارتيك اسيد. طيب هو ليه جلوكوجينيك يا دكتوره؟ جلوكوجينيك عشان بيديني الاوكزالو اسيتات بالترانس امينيشن يوم يديني الاوكزالو اسيتات، والاوكزالو اسيد ده مركب من مركبات الكربوهيدرات يعني، فكده هو جلوكوجينيك. اول اوكزالو اسيت كان بيدخل الكريبس. تمام. طيب ده تفاعل الدي كاربوكسيليشن بتاع الاسبارتيت هو يديني بيتا الانين، و قلنا ان احنا لازم نعرف في البيورين هو لازم نعرف في البيورين ايه اللي بيدخل في تكوينها، الجلايسين والاسبارتيت والجلوتامين الامايد بتاع الجلوتاميت اللي هو الجلوتامين، وفي فورمال تتراهيدروفوليت وميثايل تتراهيدروفوليت، وفي واحده في ذره كربونه بيدخل فيها الاسيوتو. طيب البيريميدين، لا البيريميدين بقى تتحفظ سهله كده كده سهله، الاسبارتيت واخد سي 4 و5 و6 وان 1، والجلوتاميت يعني ما لقاش مكان غير في ان 3، وفي كربونويه تاخدها الكربون دايوكسيد. طيب المعادلات دي عشان نسبه ان الجلوتاميت ان الجلوتاميت ده نون اسينشال فبيتصنع بثلاث طرق وان هو جلوكوجينيك. اول حاجه الطريقه الكلاسيك خالص ان ليه الكورسبوندينج الفا كيتو اسيد بتاعه لو زودنا له امينو جروب بالترانس امينيشن او باي تفاعل تاني اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت يتحول للكورسبوندينج امينو اسيد بتاعه اللي هو ايه اللي هو الجلوتاميت. تمام طيب او من الجلوتامين نكسره بالجلوتامينيز يتحول لجلوتاميت. او الطريقه الثالثه الارجينين والاورنيسين والبرولين والهيستيدين الثلاثه يقدروا يصنعوا لي جلوتاميت، بس الجلوتاميت يقدر يعكس التفاعل في اتجاه الاورنيسين والارجينين والبرولين، بس ما يقدرش يعمل كده مع الهيستيدين يعني ما يقدرش يصنع هيستيدين. تمام طيب وده كان تفاعل اللي هو اللي تحت ده الديكاربوكسيليشن الديكاربوكسيشن بتاع الجلوتاميت بالديكاربوكسيشن يتحول لجابا، وقلنا جابا انهبيتوري نيو ترانسميتر. وبهم طيب مراجعه تاني على الجلوتاميت، الجلوتاميت كان نون اسينشال امينو اسيد كنت بجيبه بثلاث طرق، الفا كيتو جلوتاريت بالترانس امينيشن، الجلوتامين بالجلوتامينيز، او البرولين والارجينين والاورنيسين والبرولين والهيستيدين. طيب الجلوتاميت ده كان جلوكوجينيك ليه؟ لان هو كان بيصنع لي الفا كيتو جلوتاميت، الفا كيتو جلوتاميت يديني جلوكوز. طيب الجلوتاميك اسيد ده كان بيصنع لي 3 بحرف الجي، اول جي اللي هي الجابه بالديكاربوكسيليز، طيب تاني جي اللي هي الجلوتاسيون، الجلوتاسيون بالاشتراك مع 2 امينو اسيد اخواته سيستاين والجلايسين. طيب تالت جي معانا اللي هي الجلوتامين، والجلوتامين دي كان ليها فانكشن يدخل في البيورين والبيريميدين، كانت بتعمل الاسبراجين امينو شوجر وديتوكسيفيكيشن، وكان بيصنع كمان اللي هو الاورنيسين والارجينين والبرولين، ما يقدرش يصنع هيستيدين يعني الهيستيدين موجود هنا في السهم اللي نازل بس مش موجود هنا في السهم اللي خارج. قشطه طيب الارجينين
بتاعنا هو سيمي اسينشال امينو اسيد سيمي اسينشال مهمه، لان السيمي اسينشال هما الاثنين بس، الارجينين والسيدين. طيب كان بيتصنع يعني في الصغيرين، مش الصغيرين لازم ياخدوه، جسمهم ما يقدرش يصنعه، وفي الكبار جسمهم يقدر يصنعه عن طريق اليوريا سايكل. طيب طيب هو كان جلوكوجينيك، قشطه جلوكوجينيك لان هو اقدر اصنع، بيديني جلوتاميت، والجلوتاميت كان بيديني الالفا كيتو جلوتاريت، والالفا كيتو جلوتاريت كان بيديني جلوكوز، فهي لفه طويله شويه بس هو جلوكوجينيك. قشطه. طيب الفانكشن بتاعته حاجتين، بيدخل في اليوريا والكرياتين اللي هما يوريا وكريات يعني، وكان بيصنع حاجه اسمها نيتريك اوكسايد، وده كان مهم جدا كفازو دايليتور و نيورو ترانسميتر وسموث ماسل ريلاكسنت. طيب لايسين، اللايسين كان اسينشال الحمد لله، ملناش ملوش معادل تصنيع، كان من اللي هو ال بتاعت لندن، اي ليفت هوم تو ميك فيزيت ثرو لندن، ال لندن لايسين. طيب اسينشال كيتوجينيك، كيتوجينيك امينو اسيد قلنا ان هما اتنين بحرف ال، اللي هما اللايسين واليوسين، وكلمه كيتوجينيك لان هو يا اما يديني اسيتايل كو اي واسيتو اسيتايل كو اي اللي هي كيتون بوديز. طيب الفانكشن بتاعته كانت ثلاثه، اتنين ليهم علاقه بالكولاجين، هو بيصنع لي اصلا كولاجين. تاني حاجه الماتوريشن بتاع الكولاجين، محتاج ان انا احول اللايسين لهيدروكسي لايسين، وقلت لك معلومه ان ده بيتم بمساعده فيتامين سي. طيب اتنين ليهم علاقه بالكولاجين، سواء كان تصنيع الكولاجين او الماتوريشن بتاع الكولاجين بالهيدروكسي لايسين. اخر حاجه الكارنيتين، بتعمل حاجه اسمها كارنيتين شاتل، اللايسين بيدخل في تصنيع الكارنيتين، والكارنيتين ده كان الكارير او الشيال اللي بيشيل اللونج تشين فاتي اسيد من بره الميتوكوندريا اللي هو السيتوزول بتاع الخليه، دخله جوه الميتوكوندريا عشان يحصل له بيتا اوكسيديشن. ليه؟ عشان الميتوكوندريا ميمبرين امبرميبل للفاتي اسيد، فلازم له كده شيال يشيله ويشيل الفاتي اسيد يدخله جوه الميتوكوندريا. مين الشيال اللي بيشيل الفاتي اسيد ده؟ اللونج تشين فاتي اسيد الكارنيتين. تمام، دي كانت اسئله حلناها، قلنا all of the following is true about serine except السرين كان هيدروكسيل كونتيننج او هيدروكسيل، كان جلوكوجينيك او جلوكوجينيك اسينشال لا لا، ده كنا بنصنعه من طريقتين كمان اللي هما الجلايسين والثلاثه فوسفو جليسريت، يبقى هو لا مش اسينشال نون اسينشال. طيب السرين از انفولفد ان وان كاربون اتوم ميتابوليزم، صح. طيب all of the following is include the structure of purine ring except، قلنا جلايسين اتفقنا، والاسبارتيت ماشي، والسرين لا، يبقى الجلوتامين كان بيدخل. جلوتامين ركزوا ان اللي داخل في البيورين والبيراميدين داخل كجلوتامين الاميد بتاع الجلوتاميت. تمام، يبقى سرين هي الاجابه اللي مش موجوده في البيورين يعني. طيب امينو اسيد جلوكوجينيك نون اسينشال هيدروكسيل كونتيننج، انا شفت كلمه هيدروكسيل كونتيننج دماغي راحت لحاجات، شفت كلمه سلفر كونتيننج دماغي هتروح لحاجات معينه، برانش تشين هتروح لحاجات معينه، تحفظين هيدروكسيل كونتيننج ده اللي هما السيرين والسيريونين. طيب نرجع نشوفهم الاثنين جلوكوجينيك، طيب نون اسينشال، نون اسينشال يبقى ده السيرين، نفس السؤال جلوكوجينيك اسينشال هيدروكسيل كونتيننج، هيدروكسيل كونتيننج يبقى سيرين وسيريونين، اسينشال بقى المره دي يبقى ده السيريونين، I left home to make a visit through سيريونين، يبقى ده essential. طيب الجلوتاميت is a storage form of ammonia، صح، هي المفروض جلوتامين، جلوتامين بس انا مقلتهاش في المحاضرة وانا بحل السؤال ده، بس هي جلوتامين سوري. aspartate by decarboxylation reaction give beta alanine، صح، aspartate يدي beta alanine والجلوتاميت كان بيدي الجابة. طيب this reaction require vitamin B6 او pyridoxal phosphate. طيب which of the following is semi essential amino acid، محفوظين اللي هما الارجينين والهيستيدين، موجود دلوقتي ايه ارجينين. كيتوجينيك واسينشال امينو اسيد هيلب ان كارنيتين شاتل، كيتوجينيك انا دماغي راحت الاثنين بحرف ال اللي هما الليوسين واللايسين. طيب الليوسين واللايسين الاثنين كانوا اسينشال، واحده اي ليفت اي ايزوليوسين وال ليوسين، واحده لندن اللي هي ال لايسين. طيب الاثنين اسينشال، هيلب ان كارنيتين شاتل لسه لينها اللي هي ايه اللايسين، يبقى ده اللايسين. تمام، وكده كان نهايه فيديو المراجعه، وشكرا ليكم لو كملتوا الفيديو ده للاخر يعني، وبس.